ولمناقشة مستجدات المشهد الانتخابي الأمريكي يسرني أن أرحب بضيوفي معي هنا في استوديو سكاي نيوز عربية الباحث في معهد الشرق الأوسط إبراهيم الأصيل، ينضم إلينا أيضا من مدينة لكسينغتون في ولاية كنتاكي الصحفية شذى عواد، ومعنا أيضا من هنا من واشنطن الكاتب الصحفي والخبير الاستراتيجي الجمهوري مات ووترز. مرحبا بالجميع أستاذ إبراهيم، مساء الخير، مرحبا بك نور. معنا من جديد. نحن بانتظار كلمة لجو بايدن، لا ندري تماما ما هو مضمون هذه الكلمة، هناك توقعات بأنها قد تكون كلمة للإعلان عن الفوز، البعض الآخر يستبعد ذلك بدون أن يكتمل على الأقل فرز بعض من الولايات التي تعطي السيد بايدن الأرقام اللازمة لتحقيق الفوز. ما هي توقعاتك بالنسبة لهذه الكلمة إذا كان هناك في كلمة بالفعل، وهل يمكن للسيد بايدن أن يخرج ويعلن انتصار بدون أن تكون هناك أرقام حاسمة لهذا الموضوع؟ حقيقة أتوقع أن لا يقوم بإعلان الفوز، وأتمنى ذلك لأنها لن تكون خطوة حكيمة، يعني ما زلنا بانتظار النتائج النهائية من هذه الولايات. يتقدم بشكل كبير، حظوظه واسعة جدا، على الأغلب سيكون هو الرئيس القادم للولايات المتحدة، ولكن النتيجة لم تحسم بعد، فمن الأفضل حقا أن ينتظر حتى تقوم الولايات، ولاية بنسلفانيا على الأقل، بإعلان أنه هو الرابح في الانتخابات، حينها يكون له الحق بأن يكون هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. ولكن قبل ذلك ربما يستفز خصوصا أنصار الرئيس ترامب وقاعدته الشعبية، وربما يرد الرئيس ترامب بالمثل ويقول لا أنا الرئيس. هو رد أصلا الرئيس ترامب الليلة وقال أنه يعني يدعو بايدن لعدم الإعلان بأنه هو الرئيس المنتخب. نعم. لأنه قال أنا بإمكاني أيضا أن أقول بأني فزت في هذه الانتخابات، يعني الأخذ والرد جاري على الأقل من طرف الرئيس ترامب. السيد بايدن حتى الآن يعني يحاول ضبط الأوضاع بشكل ربما مختلف عن الرئيس ترامب. على كل حال سنتابع ما سيجري هذه الليلة إذا كان هناك كلمة بالفعل. مات ووترز مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش، هل تتوقع إعلان نصر بشكل من الأشكال هذه الليلة من قبل السيد بايدن؟ لا أعتقد ذلك، لا أرى أن هناك أي طريقة لإعلانه الفوز، والتصويت ما يزال متواصلا، وإذا فعل ذلك سيكون خطأ. شذى عواد مرحبا بك معنا أيضا في هذه التغطية، أيضا أود أن أسمع رأيك فيما يتوقع هذا المساء من السيد بايدن، وهل بالفعل ممكن أن يعلن أي شيء السيد بايدن قبل الانتهاء من الفرز على الأقل في ولاية أو اثنتين كي يكون لديه الرقم المطلوب لكي يقول بالفعل أنا فزت في هذه الانتخابات؟ أتفق مع ضيوفك بأنه لن يعلن الفوز اليوم، ربما يتحدث عن تزايد الفارق بينه وبين ترامب في نتائج الانتخابات. واضح أن بايدن لديه يعني ثقة بأنه سيفوز في الانتخابات، ولكنه يعني غير من غير المتوقع أن يظهر اليوم ويعلن الفوز في كلمته المتوقعة بعد ساعة من الآن. إبراهيم، الآن نحن لدينا يعني 5 ولايات يتم الفرز فيها، وهي متقاربة جدا بين ترامب وبايدن. كل ما يحتاج بايدن للفوز في هذه الانتخابات هي إما ولاية بنسلفانيا لوحدها 20 مقعد، أو ولايتين أخريين تؤمن له الرقم المطلوب. ولكن هل سيكتفي السيد بايدن إذا حصل على 270 بالقول أنا فزت في هذه الانتخابات، أم سينتظر ربما لتحقيق للحصول على هامش أكبر، وبالتالي يكون لديه حجة أقوى للقول أنا فزت بالفعل في هذه الانتخابات؟ متى ما ظهرت النتائج ووصل إلى 270 صوت في المجمع الانتخابي، من الجيد جدا أن يقوم بإعلان أنه ربح حتى يعزز الثقة بين أنصاره ويحسم موضوع هذا الضجيج الانتخابي الذي نمر به. ولكن بالتأكيد هناك فرق كبير بين أن يربح ب 270 صوت فقط أو أن يتخطى عتبة 300 صوت على سبيل المثال، ليظهر للناخبين الأمريكيين بأنه يمتلك تفويض، ليس فقط بأنه ربح بشعرة أو بفارق ضئيل جدا. وذلك مهم جدا خصوصا بعد هذه الفترة التي مررنا بها وبعد هذه الانتخابات الحرجة، من الضروري أن يوضح
إذا حلفه الحظ وربح بفارق كبير أنه استطاع الحصول على هذه الأصوات، وأيضا الربح في أكثر من ولاية سيجنبنا الكثير من الانتظار من أجل معرفة نتائج الطعونات، لأن في حال ربح في ولاية واحدة فقط علينا أن ننتظر لنعرف نتيجة الطعونات في القضاء قبل أن نتأكد من سيكون الرئيس القادم حتى لو تم الإعلان. ولكن لنفرض أنه ربح مثلا في ولاية أريزونا ونيفادا، هذا يؤمن له الرقم المطلوب، وكان هناك طعونات في بنسلفانيا، ما الفارق الذي ستحتذه هذه الطعونات في كل الأحوال؟ نعم، في حال كان ربح في أكثر من ولاية أعتقد بأنه سيكون مرتاح، لن يحتاج للانتظار لذلك، ولكن حتى لو ربح 270 صوت وكان على العتبة تماما، فأعتقد بأن عملية الطعون الانتخابية ستشكل الكثير من الانقسام في الشارع الأمريكي على الأقل، لأنه لم يربح بالقوة التي توقع الجميع أنه سيربح بها، ولكن في حال استطاع تخطي ذلك أعتقد سيرسل العديد من الرسائل التطمينية، وأعتقد أنه حتى حينها بعض قيادات الحزب الجمهوري سيبدأ بالابتعاد عن رئيس ترامب حتى لو رفض التنازل، وهذا مهم جدا للمشهد السياسي في الولايات المتحدة. مات ووترز، برأيك هل سيكتفي السيد بايدن بالحصول على 270 حتى يكون هناك إعلان رسمي من جهته وكلمة للشعب الأمريكي لإعلان الفوز، أما أنه ربما ينتظر ليرى الأرقام من ولاية أخرى أو ولايتين، ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أن عليه التريث والانتظار، وكما قال ترامب وحملته، إذا نظرتم إلى الأرقام فهي تبين أن الهامش ضيق جدا، ونأمل أن تكون وسائل الإعلام تظهر الحقيقة للرأي العام. وخذوا على سبيل المثال ولاية ويسكونسن، كان هناك مقاطعة فيها مشاركة بمئة في المئة أو 200%، هذه أرقام مستحيلة. أستراليا تفوض للناس أن يصوتوا، ونادرا ما يكون لهم 90% كمشاركة. دونالد ترامب ومايك بينس يطالبان بالتحقيق فيما حدث في هذه المقاطعات. أود أن أضيف شيئا آخر، في الانتخابات السابقة دونالد ترامب كان قد حصل 63 مليون صوتا، وهيلاري كلينتون فازت بتصويت الشعبي بفارق 3 ملايين، وجو بايدن حصل على أصوات قياسية 74 مليون صوت، ودونالد ترامب 70 مليونا، وجو بايدن حصل على 4 ملايين صوت أكثر مما حصل عليه ترامب، وهذا بطبيعة الحال أكثر من هيلاري كلينتون، ولذلك هذا السيناريو قد يتكرر، أن يفوز بايدن بتصويت الشعبي لكن يخسر المجمع الانتخابي. يخسر المجمع الانتخابي كيف؟ ما هي فرص السيد ترامب مات الآن في هذه المرحلة تحديدا؟ هو بحاجة إذا يعني سيناريوهات الفوز أمامه ضعيفة، هو بحاجة أن يكسب ولاية بنسلفانيا إضافة إلى 3 ولايات أخرى من الولايات الأربعة المتبقية، هل هذا برأيك سيناريو مرجح الآن؟ نعم بالتأكيد كل شيء ممكن، هو حصل معه هذا الأمر سابقا، ولذلك من غير المألوف أن يحصل جو بايدن هذه الأصوات أكثر من أوباما، ومن غير المألوف أنه حتى في حالة ترامب الذي حصل على أصوات من اللاتين والسود، ومع ذلك جو بايدن يحظى ب 74 مليون. إذا كان لدينا وسائل إعلام حرة ربما كنا سكون أمام مشهد آخر، هناك رقابة تمارس على وسائل الإعلام، وهناك الكثير من أعمال التضليل والتمويه التي تحدث من وسائل الإعلام، وسمعنا قصصا في ميشيغان ويجب التحقيق فيها، ونحن ننظر في هذه الحالات واحدة والأخرى. حقيقة لم أفهم يعني ما هي الفكرة التي تود إيصالها سيد ووترز، أنت تقول
أن السيد بايدن حصل على 74 مليون صوت، هل تشكك في الرقم؟ هل تشكك بأنه بالفعل حصل على هذا الرقم؟ نعم بالتأكيد أشكك. إذا نظرنا إلى الحماسة التي كانت لدى ترامب وفي يوم الثلاثاء ليلا وفي 11:30 بدأ أن ترامب كان منتصرا بهامش واسع في تلك الليلة، في الصباح التالي انقلب الأمر وتبين أن هناك صناديق وأصوات ظهرت فجأة. أعتقد أن هناك أسئلة عدة يجب طرحها، وأتساءل ما الذي سيفعله الديمقراطيون إذا فازوا. أول شيء سيفعلونه هو أنهم سيقومون بتعديل HR 1، والذي سيفعلونه في هذا المشروع، وهم يسمون هذا المشروع من أجل الشعب، ويجب أن يغيروا الاسم ويقولون هذا التعديل والمشروع من أجل الديمقراطيين، لأن ما يفعلونه وعندما حضوا بمجلس النواب قبل سنتين قاموا بالكثير من التقييدات والتضييقات، وهم يواصلون هذا المسلسل. ويمكن أن تطلعوا على مشروع HR 1، هو مشروع قانون طويل فيه مئات الصفحات، وهو يتحدث عن خطة الديمقراطيين لهندسة الانتخابات لمصلحتهم. طيب يعني لدي الكثير حقيقة من الأسئلة أود أن أستفسر منك عنها، لأنك ما تقوله سيد ووترز هو أنه السيد بايدن لم يحصل على 74 مليون صوت، من أين جاءت هذه الأصوات برأيك؟ علينا أن ننظر إلى الأماكن التي حدثت فيها بعض المشكلات. في ويسكونسن كان هناك 7 مقاطعات، في ميلواكي التي تبين فيها أن هناك أكثر من 100% من التصويت ومن المشاركة، هذا مستحيل. كذلك كان هناك نسبة 200% مشاركة، هذا مستحيل، يجب التحقيق في ذلك. سيد ووترز، يعني أنا أود أن أفهم منك، أود أن أعرف منك إذا سمحت لي، يعني أنت تقول أنه في بعض المناطق في ميلواكي في ويسكونسن أو غيرها كان هناك مشاركة أكثر من 100%، أنت تقول بمعنى آخر أنه كان هناك حشو للأصوات في صناديق وبالتالي كانت الأرقام أكثر من 100%، هل هذا ما أفهمه من كلامك؟ هذا يحدث في الانتخابات دائما في أمريكا، لكن السؤال إلى أي حد حدثت هذه الاختلالات؟ دائما نجد مصوتون ميتون، وإذا تمكنت من يعني لم أحصل على إجابة واضحة، أنت تقول أن هذه الأمور تحدث دائما في الانتخابات في الولايات المتحدة، أنا شخصيا أغطي الانتخابات من عام 92 لم أسمع بمثل هذه المزاعم. دعني أنتقل إلى الأستاذة شذا في كنتاكي. أستاذة شذا، ما رأيك؟ يعني هناك من يعتقد بالفعل بأنه كان هناك فبركة لأصوات إضافية لكي يظهر السيد بايدن وكأنه يحصل على هذه الأصوات بالتزوير، ما رأيك في ذلك؟ هل هذا ممكن في أمريكا اليوم؟ يعني نعلم أن موضوع الانتخابات يعني هو حق ديمقراطي هنا في أمريكا، ولكن تم الحديث عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام كثيرا، ربما اليوم وأمس كان هناك حديث عن في بعض وسائل الإعلام عن إيقاف بعض الشاحنات، شاحنات البريد التي كانت تحمل بطاقات بريدية ولم تصل إلى المكان المناسب. إذا كنت تتحدث عن الفبركة أو موضوع يعني التزوير أو نقص في بطاقات الاقتراع، نتذكر أيضا أن الرئيس ترامب قبل الانتخابات تحدث عن أنه لن يكون هناك، أنه يرفض تسليم سلمي للسلطة إذا كان هناك تزويرا أو كان هناك نتائج متقاربة. ونعلم أن الجمهوريين يعني عادة تقليديا تاريخيا بالعادة يذهبون بأنفسهم إلى صناديق الاقتراع، أما الديمقراطيين عادة يصوتون بالبريد، وهذا ما ظهر في هذه الانتخابات بشكل كبير. يعني كانت نسبة الأصوات طيب. البريدية هي الأكثر، وتم التحذير يعني من التزوير
يعني الأخطاء والأغلاط وربما التحذير من الرئيس ترامب. أستاذ شذا، التحذير كان من الرئيس ترامب، لم يحذر أحد ولم أحد يشكك في نزاهة العملية الانتخابية سوى الرئيس ترامب، لم نسمع أحد آخر يقول هذا الأمر. صحيح، هذا صحيح يعني، ولكن ربما يعني ما يصرح به ترامب أو تصرح به حملته الانتخابية يعكس شخصية الرئيس ترامب، وبأنه يعني لن يقبل بالخسارة بهذه السلاسة. ربما هذه شخصية ترامب، يعني لن يسلم بشكل سلس، بشكل سلمي، بشكل سهل، وربما هذا ما دفعه إلى يعني الإدلاء بذلك. يعني بينما حملة بايدن لا نستطيع القول يعني أو ما يجري في الحزب الديمقراطي، بايدن يسير بشكل قانوني، حملته تسير بشكل قانوني. ربما هم يعني الحزب الديمقراطي مستعجل على لماذا النتيجة. يعني أنا أفهم أنه قد يكون هناك بعض التحفظات أستاذ إبراهيم على بعض المكاتب الاقتراع، على بعض المقاطعات، أما أن يقول حملة ترامب تقول أن هناك عملية تزوير واسعة النطاق وأن الانتخابات سلبت منا، هذا الكلام في أمريكا يصعب تصديقه. ما رأيك في هذا الموضوع؟ فعلا يصعب تصديقه، ونظرية بأن نتائج الانتخابات يجب أن تظهر في ساعة محددة هي نظرية لم نسمع بها قبل في الولايات المتحدة. الانتخابات في الدستور الأمريكي عندما بدأت في عام 1788 كان يتم إرسال النتائج على ظهر الخيل ويتم تجميعها في كل ولاية ومن ثم إرسالها للمركز، تأخذ أيام طويلة. لا يقول شيء في الدستور بأنه يجب إظهار النتائج في ساعة محددة من يوم الانتخابات، وإنما يقول أنه يجب إتمام إحصاء كافة الأصوات. صحيح. ويعني كانت العملية طبيعية، لم تقل ولاية ما بأننا انتهينا من عملية إحصاء النتائج ومن ثم ظهرت صناديق اقتراع. منذ بداية التصويت كنا نعرف عدد الأصوات الذي ننتظره، كل ولاية كانت تقول أحصينا 60%، 70%، 80%، ثم وصلت هذه النتائج. أما بالحديث عن البنية التحتية للانتخابات في الولايات المتحدة، لا شك بأنها قديمة وهناك بعض المشاكل في آلات الانتخابات. أكثر من 40 ولاية الآلات الانتخابية فيها عمرها أكثر من 10 سنوات وتستخدم ويندوز 7، مشاكل كبيرة جدا، ولكن هذا لا يعني أنها لصالح الديمقراطيين. ربما يكون هناك أخطاء صغيرة، عشرات أو مئات الأصوات من مئات آلاف الأصوات، ولكنها قد تخطئ لأحد الطرفين وهذا يحصل دائما. أما الاتهامات بأن هناك عمليات للتزوير، هذا خط أحمر أعتقد في السياسة الأمريكية، ورأينا اليوم العديد من الشيوخ الأمريكيين الجمهوريين في مجلس الشيوخ مثل جراهام من ساوث كارولينا، حتى بلانت من ميزوري وهو رئيس لجنة السياسات في الحزب الجمهوري، قال علينا أن ننتظر ونعد كافة الأصوات. سيد ووترز، دعني أسألك، هل كان هناك عمليات تزوير في الماضي في الانتخابات الأمريكية بهذا الشكل؟ نعم، هناك دراسة لحالات لليندن وجونسون وكان سيناتور، وكذلك في تكساس نعرف أن تلك الانتخابات كانت مزورة وأصبح رئيسا ليندن جونسون، ونائب رئيسه جون إف كينيدي كان أيضا متهما بانتخابات مزورة، وهذه حالات موثقة تتحدث عن سرقة نتائج الانتخابات، وكلاهما كان ديمقراطيين، وحدث ذلك في وقت حساس وحرج من تاريخ أمريكا. وبطبيعة الحال هناك صدق أكثر، لكن في الانتخابات والسياسة لم يتغير الشيء الكثير، والآن هناك محاولة العزل من قبل الديمقراطيين ووسائل الإعلام الزائفة والاتهام بالتورط مع الروس، في حين أن هيلاري كانت تتواطأ مع الخصوم وخصوصا الروس من أجل إسقاط ترامب. كل هذه الأشياء تحدث، كانت هناك مطاردة ساحرات لإزاحة ترامب بسبب وجوده في المكتب البيضاوي. ودعوني أقول لك بالنسبة لهذه الإحصاءات، الجمهوريون في مجلس النواب والذين فازوا 5 مقاعد و
وكان هناك 15 مقعدا، الجمهوريون حصلوا على 68 مليون صوت، وترامب حصل على 70 مليون صوت. الديمقراطيون وخصوصا في مجلس النواب قالوا إن هناك 74 مليون صوت، إذن 4 ملايين صوت سحري، 4 ملايين صوت إضافية. والديمقراطيون الذي يفعلونه هو أنهم يناقضون أنفسهم لأن أعدادهم قلت في مجلس النواب. طيب سيد ووترز، سؤال يعني متابعة للسؤال الماضي، هل كان هناك عمليات تزوير في انتخابات 2016 بحسب معلوماتك؟ لا يمكن أن نتحدث عن 2016، لكن يمكن أن نقول إنه في 2020 حدثت اختلالات في نيوجيرسي وبنسلفانيا، وكانت هناك صناديق أرسلت بشكل خاطئ إلى بعض المراكز وعدت وفرزت بشكل خاطئ. وأعتقد أنه كانت هناك أشياء مشابهة في نيويورك. ونعرف أيضا أن التصويت بالبريد خلق فوضى عارمة، من السهل أن نزور ورقة، وسبب عدم وجود الإنترنت في هذه العملية هو أننا نعرف أن هناك إمكانية لاختراقها من قبل القراصنة، ولذلك من السهل تزوير أو نسخ بشكل فيه سوء نية أي صوت أو بطاقة اقتراع، هذا أمر سهل، وهناك أموال نقدية مزورة وهذا أمر صعب. هل يصعب إذن تزوير بطاقة اقتراع؟ أمر سهل. يعني أنت تتحدث الآن عن التزوير بشكل عام، طبعا أمر سهل، كل شيء يزور في هذه الحياة سيد ووترز. نحن نتحدث عن مزاعم بعمليات تزوير واسعة النطاق تطلقها حملة الرئيس ترامب بدون أي دلائل. ما تفضلت به أنت الآن أيضا لا يعني لا يستند إلى دلائل معينة، هذه مجرد مزاعم، لا أدري ما هي المعلومات المتوفرة لديك، ولكن هذا موضوع ممكن أن نبحث فيه في وقت آخر.